بشكل جيد، وكل القوات الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والوكالات الأمنية على قدر المسار في متابعة كل ما يحدث في المحافظة. الشكاوي اللي تطرح من المواطن، هناك المداهمات والإلغاء القبض ليلا، يمنع من عن باتن المداهم والإلغاء القبض إلا في الحالات الطارئة وبحضور القاطع المسؤولية والعامل قاطع المسؤولية المعني، سواء كان طوارئ أو شرطة أو جيش. يمنع دخول أي قوة من خارج إلى داخل قاطع إلا بعلم قيادة العمليات وبعلم قاطع المسؤولية المآمر المعني رافق القوة، لأن هناك حدثت بعض الحالات الاختطاف أو السرقة أو النهب من المواطنين بزي العسكري أو بزي آخر، فيمنع هذه الحالة. سيد مثل ما تعرف جنابك، هناك فيما يتعلق بالقوات الأمنية عدة جسور ضمن محافظة نينوى. الجسور العاملة حاليا جسر النصر وجسر الخامس، الحمولة الجسر النصر 35 طن. يعني أنا وردني كتاب من محافظة بصدد حمولات 40 فما فوق، وهذا يعني خارج إمكانية الجسور وإمكانية تحملها بصدد عبورها إلى الجانب الأيمن، أنه بالعكس. فحددنا 35 طن باتجاه جسر النصر و25 طن باتجاه الجانب الجسر الخامس، فقط من الجانب الأيسر إلى الأيمن، أما النصر ذهابا وإيابا أيسر وأيمن سوية. هناك ظاهرة منتشرة في شوارع المحافظة وهي ظاهرة المتسولين. المعلومات هناك أكو شخص مافيا تيحول هؤلاء ويجمعهم في مكانات ومن ثم يوزعهم بالشوارع، وأنا خبرت الأخ عقيد هشام بهذا الصدد وإلقاء القبض على الشخص الممول لهذه العصابة. النقطة المهمة اللي ناقشنا بها جنابك وهي المواد الممنوعة، عقيد رعد، هذه بها قوام، هاي قوام تم تعميمها على كافة الأجهزة الأمنية، أول شيء قيادة العمليات وبعدها لكل الدوائر. هاي القوام جتنا من بغداد بها موافقة رئاسة مجلس الوزراء حول خطة حماية المنتوج المحلي وتفاصيل كثيرة. كان في بداية الأمر كانت مواد ممنوعة ما يقارب 131 مادة، بعدين حصلت موافقة أخرى وجتنا قوام أخرى، نزلت هاي المواد إلى 38 مادة ممنوعة. من ضمنها هو الموضوع الأساسي اللي تناقشناه أنا وسيد المحافظ سابقا قبل 4-5 أيام، مادة البيض والدجاج. كان في البداية المقطعات مال الدجاج ممنوعة، بعدين سمحوها المقطعات الدجاج، فقط الدجاج المجمد هذا يسموه والبيض. هذه الخطة سيادة البيض بس سمحوا بيه؟ لا لا، البيض ما سمحوا بيه حاليا. هذه جتي وردت يعني خطة حماية المنتوج المحلي اللي حصل بها موافقات بغداد، جتي نتيجة شكاوي وتفاصيل كثيرة ومظاهرات، ويمكن الإعلام جنابكم يطلعون على الموضوع. المواطنين والمزارعين اشتكوا من هذا الموضوع بأنه احنا عندنا بيض يكفي، احنا عندنا خضروات كفي، ليش نستورد؟ من ضمنها العصائر، من ضمنها تفاصيل كثيرة. هذا الموضوع موضوع اقتصادي يعني بحت، انه في سبيل الدولة تحافظ على الاموال العامة، تحافظ على اموال الدولة، ما تسمح لها بالخروج الى الدول الاخرى. ليش توصل الى السيطرة ويبدي المنع؟ ما بعد انه يتم جربها وصل الى السيطرة، ومرات يقولون سيادة المحافظ انه السيطرات تساومنا على المبالغ يلا ندخل. طب امنع من مصدر مباشرة من المنفذ، ليش انا انطيه الفيزا وانطيه الضرائب واخذ عليه ضريبة وادخله ويدفع بالجمرك ومن ثم يوصل لهنا؟ نعم. انا اوقفه. نعم، هي هذه المشكلة. المفروض من البداية هو يعني العمليات. وسيد المحافظ يعني انت هذا الموضوع مالتك، احنا يعني مثل ما انت مقتنعين اقتناع تام بهذا الموضوع. يا ريت السيد المحافظ وجنابك يعني يسوون كتابة بغداد يقول لهم يا ابي خلي يكون المنع من المنافذ، يعني من المنافذ حتى ينتهي الموضوع. احنا سيادة العقيد الإخوان، بداية أنا سعيد جدا أن أكون معكم، وأنا مو غريب، أنا ابن الأسرة الأمنية بالتأكيد. يعني أنتم إخواني وأعتز بكم، نجاحي هو نجاح لكم بالتأكيد. فإن شاء الله يعني إحنا نتعاون كحكومة محلية وكأجهزة أمنية في سبيل أن نرتقي بمستوى أهلنا من كل النواحي، سواء كانت أمنية أو خدمية، أو نخفف عنهم اللي نقدر، أو نمشي في اتجاه الإعمار إن شاء الله. إحنا المحافظة مالتنا مو محافظة كانت مستقرة وبناها التحتية يعني ثابتة،
مثل بقية المحافظات. احنا المحافظة تعرضت لاحتلال من عصابات داعش، دمرت كل ما موجود من مصانع، من مفاقس، من ثروة حيوانية، كلها دمرتها. ولذلك من الصعوبة يعني انه نقارن مثلا المحافظة مالتنا محافظة ديوانية او الكوت او بغداد اللي ما دخلها داعش، ويمكن ان يكون بها اكتفاء ذاتي بالسلع اللي. لذلك انا رايح اناقش هذه الامور مع المسؤولين في بغداد، خاصة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس البرلمان. لابد ان يصير استثناء رسمي حتى ما نحرجكم انتم لهذه المحافظة. صحيح. محافظتنا ما بيها، ما عندنا اكتفاء ذاتي احنا بهذه المواد وبهذه السلع، واحنا عندنا يعني بحدود اكثر من 3.5 الى 4 مليون. ما عندنا إمكانية أنه المحافظة مالتنا توفر لهم هذه ماكو إمكانية، يعني ماكو إمكانية منتوج محلي تسد حاجة ماكو. وإذا كان أكو إنتاج محلي يجينا من بغداد أو يجينا من المحافظات الأخرى فلا ضير، يعني نسد ما يخالف، بس خلي يجيبوننا يوفر للبديل حتى. يعني هذه الناس الموجودين هم أمانة بأعناقنا كلنا، سواء أنا كنت محافظ أو أنتو قادة الأجهزة الأمنية. نريد حقيقة شوية مرونة. نعم. وأنا تكلمت مع السيد المدير العام. نعم. يعني أنت توعدني بأمر. طلبنا من السيد المدير العام يعطينا مهلة إلى أن نحصل استثناء. تم عقد مؤتمر أمني موسع لجميع الدوائر والوكالات الأمنية متمثلة بقيادة عمليات نينوى وقيادة الشرطة والوكالات الأمنية الأخرى، ويحضر السيد المحافظ. تم مناقشة الوضع الأمني في المحافظة واستتباب واستقرار الأمن في هذه المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقطاعات القوات الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري وكذلك المواطنين. كذلك أيضا تم مناقشة ما يتطلبه المواطن من خدمات في هذه المحافظة من دوائر البلدية، وكذلك حضر قائم مقام المناقشة وكل ما يتعلق بتأمين متطلبات لأهلنا وناسنا في محافظة نينوى. وقد أوعد السيد المحافظ لجميع الدوائر ذات الجهة أو ذات العلاقة بتنفيذ ما مطلوب من احتياجات وكذلك من تطلبات وخدمات لأهل محافظة نينوى.